السلام عليكم. اليوم بدي أعلمكم حلويات هندية رائعة المذاق بمكونات سهل كتير. بس أول شيء حابة لكم، إذا أول مرة بتدخلوا لعندي على القناة ومحتوى القناة عجبكم وحابين يوصلكم مني كل شيء جديد، فقط فعلوا الجرس الأحمر اللي موجود تحت الفيديو. بهذه الطريقة رح يوصلكم مني كل شيء جديد ومتنوع. كيف أنا عملت هالحلويات الهندية الرائعة جدا واللذيذة؟ تابعوا الفيديو للآخر. لنعمل الحلو الهندي سهل كتير كتير كتير. مثل ما شايفين أنا بحاجة لكاكاو، بودرة الكاكاو. أنا استخدمت هيدي البودرة، بودرة الكاكاو. طبعا فيكن تستخدموا اي بودرة. عندي طبعا برش جوز الهند لانه اصلا الحلو هندي، فعندي برش جوز الهند. وعندي بسكوت الراحة نحنا منقله، البسكوت العادي او بسكوت الشاي. وعندي ايضا حليب محلى مكثف فقط لا غير. كتير كتير موضوع سهل. اول شيء انا رح كسر البسكوت يعني قطع كتير صغيرة. خلينا نزيح هيدول شوي على جنب. حنجيب صحن بهيدي الطريقة والبسكوت طبعا نحنا حنكسره. نقدر نعمله ناعمين ونقدر طبعا نخليهم يعني مثل ما نحنا بنحب الحجم. هلا رح فرجيكم الحجم اللي انا رح اعمله. كله هيدا بده يتكسر. مثل ما شايفين انا كله كسرته. هلا شو رح اعمل؟ رح حط كاكاو، بودرة الكاكاو بهيدي الطريقة. حلو رائع جدا، مزاج كتير طيب، يعني ما تتخيلوا قديش طيبين، وبنصحكم تعملوها. طبعا نحنا بدنا كله نخلطهم بقلب بعضهم. حط بعض بهيدي الطريقة، كله بنخلطه. طبعا بذكر انه هيدا الكاكاو مر، يعني ما منضف له ابدا سكر. بهيدي الطريقة هلأ رح ضيف لقلهم الحليب المكثف بهيدي الطريقة، ورح اخلطهم كلهم مع بعض. هلأ اذا بدي بعد طبعا انا رح ضيف، ولكن هلأ انا رح اخلطهم كلهم ببعض. انا هون طبعا خلصت الخليط. مثل ما شايفين صار عندي مزيج من الشوكولا يلي هو الكاكاو، وعندي ايضا البسكوت، وحطيت فوقهم الحليب المكثف وخلطتهم طبعا كلهم ببعض. هلا شو رح سوي؟ حطهم على جنب. رح جيب صحن تاني بهيدي الطريقة. رح ضيف جوز الهند مثل ما شايفين. طبعا نحنا فينا نستعمل الكفوف، بنقدر طبعا نلبس الكف البلاستيك، ولكن انا ما بحب. هلا شو رح اعمل؟ رح جيب مثل ما شايفين هون، رح جيب الشوكولا اللي انا عملته البسكوت مع الشوكولا، رح اعمله بطريقة دائرية بهيدي الطريقة، ونحطه على جوز الهند. كمان هنجيب ونحطهم على جوز الهند. هلا شو رح نعمل؟ رح نجيب كمان جوز الهند ونبلش نعملهم بهيدي الطريقة. كله بنعمله لحتى يمتلي كلهم جوز الهند بهي الطريقة. طبعا دينا مغسلين ونضاف. شفتوا كيف صار عنا؟
بهاي الطريقة. هلأ رح نجيب كمان صحن ومنبلش طبعا نحط الكرات عليه. عنا التايدي ايضا نعملها. انا هلأ عم بعمل، رح اعمل كم وحدة قدامكم لحتى تشوفوا انا كيف عم بعملهم. يعني فينا نعملهم للضيوف الغفلي كمان، يعني فجأة اذا اجى لعنا ضيوف طبعا بنقدر نعملهم وبنحطهم شوي بالفريزر ومنقدمهم. كتير مذاق رائع صدقوني، بنصحكم طبعا تجربوا. هون كمان حجيب شوي بهاي الطريقة ومنحطهم. مثل ما شايفين كمان نعملها ومنحطها. فينا مثل ما قلت انه نعمل البسكوت كتير ناعم، ولكن انا بفضل يضل هيك بقلبه البسكوت شوي خشن، ما كتير ناعمه كرمال لما ناكلهم نحس بهيك يصير يقرمشوا، لانه نحن اصلا رح نحطهم بالفريزر شوي لحتى طبعا يسقعوا. هاي الطريقة. هلا انا خلصتهم. طبعا نحن بنقدر نعملهم بغير طريقة، بغير طريقة الدائرية، بنقدر نعملهم هيك بطريقة مثل الشوكولا، بطريقة مستطيلة وطويلة. هلا انا هون خلصتهم، رح احطهم طبعا بالفريزر وفرجيكم طريقة التقديم. مثل ما شايفين انا طبعا نزلتهم من الفريزر، حطيتهم تقريبا ربع ساعة، كتير طيبين. خلينا ندوق وحدة. كتير كتير طيبة ولذيذة، وبنصحكم تعملوها لإلكن ولولادكن ولضيوفكن، لأنه عن جد حلويات بتبيض الوجه. إذا عجبكن عملولي لايك واشتراك. مع تحيات جمانة، إلى اللقاء.